والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يحبب إلينا الطاعة والعمل الصالح وأن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، كل كلمة في القرآن إذا وردت مورد الأمر أو مورد النهي فإن لها شأن، وأي شأن؟ ويكفي أن ندرك أن قضية الصراع بين الناس وبين خصمهم الأساس والرئيس إنما هي صراع الكلمة، صراع الكلمة. ولأن هدي الله عز وجل الذي أنزله على عباده كلمة، كلمة، فلذلك أمر الكلمة عظيم. وعندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجد الطمأنينة في قلوب الملائكة لهذا المخلوق الخليفة في هذه الأرض، وعندما خافوا أن يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فكانت الطمأنينة بأن الله عز وجل أظهر آدم الخليفة أنه معلم الكلمات وعلم آدم الأسماء كلها. فلذلك كل القضية هي تدور مع الكلمة، والمعركة هي معركة الكلمة. فلذلك الكفر كلمة والإيمان كلمة والنفاق كلمة والإسلام كلمة، وهكذا. فالصراع هو صراع الكلمة، والأمر المرتبط بالكلمة، الأمر الأول من الذي يملك زمام التفسير لمضمون الكلمة، والأمر الثاني من الذي يملك زمام الحوكمة للأعمال بأنها داخلة تحت الكلمة. هذه حقيقة الصراع كله البشري من آدم إلى يوم القيامة، الصراع كلمة. ومن ثم من الذي يملك زمام تفسير مضمون الكلمة؟ الإيمان، ما المراد بالإيمان؟ والحوكمة، من الذي يقول أن العمل الفلاني يدخل تحت الإيمان؟ هذه هي القضية كلها داخلة تحت هذا المعنى. فعلى هذا الأساس عندما نقول هاتين كلمتين القوي الأمين، فإذا بدأنا ندرك أن كلام الله له مكانة، والكلمة في كتاب الله تفرق وتختلف عن غيرها، هذا أمر. ثم الأمر الثاني عندما ندرك أن الصراع البشري كله إنما قضيته قضية الكلمة، والكلمة في تفسير مضمونها وفي حوكمة الأعمال الداخلة تحتها، وأن هذا العمل ينطبق عليه مقتضى تلك الكلمة أو لا ينطبق عليه. الصلاة، الصلاة، من الذي يقول أن فلان صلى أو أنه لم يصل؟ التقوى، من الذي يقول أن فلان متقي أو ليس بمتقي؟ فإذا تفسير وحوكمة. بعد ذلك أقول إذا أردنا أن ندخل في هذه القضية القوي الأمين، فإننا ابتداء ننظر إلى علوم الشريعة، فإن علوم الشريعة تنقسم على ما ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه خمسة أقسام. فيقول كل ما جاء في هذا الوحي يمكن أن يصنف إلى هذه الأقسام الخمسة. فهناك ما هو الأمر الأول العقائد، والأمر الثاني الشعائر التعبدية، والأمر الثالث المعاملات، والأمر الرابع الأخلاق، والأمر الخامس المنهيات. هذه خمسة أمور بعدة أصابع اليد. فيقول كل ما جاء به الوحي يصنف تحت هذا التصنيف الخماسي: عقائد وشعائر ومعاملات وأخلاق ومنهيات.
فقضيتنا أين ترتبط؟ ترتبط بواحد من هذه الخمسة مباشرة، وهو الأخلاق، وهو الأخلاق. وهنا أريد أن يتنبه مثلي ومثلكم ونحن في هذا المكان وفي هذا البلد، أن قضية الأخلاق نزلت أولاً، قضية الأخلاق قضية رئيسة في كتاب الله عز وجل وكلماته، ولذلك القوي خلق جاء في كتاب الله، الأمين خلق جاء في كتاب الله، الحفيظ خلق جاء في كتاب الله، العليم خلق جاء في كتاب الله، الصبر خلق جاء في كتاب الله. إذن هذه الأخلاق ومصفوفتها هي موجودة في كتاب الله عز وجل، ولكن القضية الأميز والأبرز بالنسبة لنا أن ندرك أن نظام الأخلاق كله النازل في القرآن كله نزل بمكة. ومن قرر ذلك؟ الإمام العالم المقاصدي الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، فإنه بالاستقراء فإن جميع الأخلاق نزلت بمكة، وليس هناك شيء جديد نزل في القرآن المدني، وإنما تأكيد وتعزيز لما نزل بمكة، كما أن قضايا الإيمان والتوحيد كلها نزلت بمكة، ولذلك يقول لم ينزل بالمدينة شيء كلي، وإنما هو عبارة عن تشقيق وبيان لما نزل في مكة من الكليات من الكليات. فإذا أدركنا أن هذا المكان، هذا البلد مهبط الوحي، هو المكان الذي احتضن نزول هذا النظام، وأن أول تطبيق له كان بمكة، وأن أميز التطبيق كان بمكة، لذلك أخرج هذا التطبيق خير أهل الأرض بعد الأنبياء. أليس المهاجرين هم خير أهل الأرض بعد الأنبياء؟ ثم من هؤلاء، أليس العشر المبشرين بالجنة هم خير هذه الأمة؟ ثم أليس خير الرجال مكي من هذه المدرسة التي تربت على ما نزل ابتداء في هذا المكان؟ أليس خير النساء مكية؟ أليس خير الشباب مكي؟ أليس خير العبيد مكي؟ أليس خير الموالي مكي؟ أليس خير الأطفال مكي؟ إذن هذا المكان الذي نزل فيه هذا النظام والذي طبق فيه هذا النظام أول تطبيق، إذن من الذي يدرك هذا المعنى وهذه الميزة وهذا الاختصاص ويشعر بأن هذا الأمر ينبغي ألا يدرك أنه لا يليق به إلا أن يكون فعلا في مقدمة المدركين لهذا الأمر والقائمين به والمطبقين له؟ لأنه إذا تذكر هنا نزل النظام، هنا أول تطبيق، هنا خير منتج ومنجز له. ثلاثة أمور: نزل هنا، أول تطبيق له هنا، خير منجز له حصل هنا. فإذا أدرك الإنسان هذه الأمور الثلاثة نقول لها اعتبار حقيقة عظيم لمن تأمل فيها، لمن تأمل فيها. الإنسان هذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل على هذه الخلقة السوية، خلق مفطورا مغروزا فيه حب الشغل والعمل، لذلك أصدق اسمين في الوجود كله ما هما؟ همام وحارث، بمعنى جميع الأسماء التي تحتوي معاني إذا أردت أن تسمي بها الناس، فليس هناك اسم لو أخذته وله معنى وسميت به كل الناس فينطبق معناه على مسمى،
إلا اسمين، فلو سميت بكل واحد منهما البشر كلهم من آدم إلى يوم القيامة لانطبق مدلول الاسم على المسمى. همام أي المفكر المريد الذي دائما يفكر ويريد أن يفعل، فليس هناك إنسان إلا بهذه الكيفية. حارث الفاعل الذي يحول ذاك الهم والتفكير إلى فعل. فإذا هذا الإنسان إذا هو ماذا؟ همام حارث مفكر فاعل مريد فاعل، هذا هو الإنسان. أيضا الإنسان باتفاق البشر كلهم، فإن الإنسان يحب أن يكون موصوفا بالعلم ويريد أن يتبرأ من وصف الجهل. ما أحد يحب أن يوصف بالجهل، وكل إنسان يريد أن يوصف بأنه عالم، عالم بما هو فيه، بما هو فيه. أيضا كل إنسان يحب أن يجلب لنفسه النفع ويحب العمل النافع ويحب أن يدفع عن نفسه الضر، فلذلك يبغض العمل الضار. وكل إنسان بحسب تصوره لما هو نافع وضار، لكن قوة العمل تتجه أن يجلب لنفسه نفع وأن يدفع عن نفسه ضر. كل الناس، كل الناس بلا استثناء. أيضا كل الناس يحب أن يتخلق بالأخلاق الحسنة ويكره أن يوصف بأنه متخلق بالأخلاق السيئة. الكذاب ما يحب أن تقول له كذاب، والظالم يحب أن توصفه بالعدل ولا يحب أن تصفه بأنه ظالم، والكذاب يحب أن تصفه بأنه صادق ولا يحب أن تصفه بأنه كاذب. إذن هذه ثلاثة أمور أيضا مهمة في إدراك غريزة هذا الإنسان، وأن هذه الأمور إذن هو حارث همام يعمل. أين يتجه عمله؟ نحو تحقيق النافع ودفع الضار. كيف؟ ما هي الآلة التي يحدد بها النافع والضار؟ العلم. ولذلك يكره أن يوصف بالجهل، لأنه بما يظن أنه عالم فيه يتصور النافع، ثم كيف يحول ذاك التصور الذي أدرك أنه نافع إلى واقع؟ لا بد له من خلق. فإن من أدرك أن مواجهة الخصم الذي أراد أن يسلب شيئا من منافعه أمر لا بد منه، لكنه إذا لم يكن شجاعا هل سيتحول ذاك التصور إلى عمل؟ لا. فالخلق هو الذي، عشان ندرك ما هي قضية الأخلاق، ليست الآن ما جئنا إلى قضية شيء أمر الله به أو كذا، لا، وإنما نتكلم عن الإنسان كإنسان، عن الإنسان كإنسان. إذن خلق على خلقة حارث همام، حرثه وهمه يتجه به نحو تحقيق النافع، أداته في تصور النافع ما هي العلم، أداته في تحويل ما أدرك أنه نافع إلى واقع ما هي أداته؟ الأخلاق. فأصبحت القضية تدور على ماذا؟ على علم وخلق، تدور على علم وخلق. لذلك جاء الوحي بهذين الزمامين في مكة. أعظم العلم ما هو؟ التوحيد. ما معنى التوحيد؟ التوحيد مصدر التلقي. تريد أن تعرف أن هذا نافع أو ضار، ارجع إلى الوحي ليعطيك الحكم، هذا العلم. وكل الصراع بين إبليس والإنسان على ماذا؟ والحق على ماذا؟ على من الذي يسبق إلى هذا المكان ليكون مصدر تلقي العلم. وأين مكان هذا؟ القلب. لماذا؟ لأن القلب مكان العقل. فالاستحواذ والصراع كله على هذا العقل الذي يسكن
القلب، لذلك الأمر واضح، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لماذا القلب؟ لأنه مكان العقل. لماذا العقل؟ لأن العقل هو الآلة وهو الجزء الذي في الإنسان خلق ليدرك به حقيقة الأشياء فيوصله إلى الحق، والحق هو العلم. واضح؟ إذن هذا الاحتياج الأول، لذلك كانت قضية القرآن المكي ابتدأ بماذا؟ بقضية إصلاح هذا الزمام الأساس، العلم، وأساسه العلم بالله جل جلاله. ثم إذا أدرك الإنسان التصور، كما قلنا، كيف سيحوله إلى عمل؟ لابد من ماذا؟ لابد من الخلق، والخلق هو الذي يحول التصورات إلى واقع. فلذلك نزل نظام الأخلاق. أين ميدان العمل؟ شعائر ومعاملات. هذا تأخر حتى يبنى أدوات تحويل الشعائر والمعاملات إلى واقع. فلا بد أن الإنسان يدرك زمام التعلم من أين، ويدرك مصفوفة الأخلاق التي تحول تلك الأعمال إلى واقع وعمل، إلى واقع وعمل. إذن هذا إدراك لكل البشر، وما يمكن إلا أن يكون بهذه الكيفية. إذن عندما نغفل قضية العلم إشكال، وعندما نغفل قضية الأخلاق إشكال. فعندما طبعا الأخلاق لما كانت كل من الاثنين بهذه الكيفية، انظروا إلى كمال رحمة الله، هل قضية التوحيد والإيمان خلق الإنسان بدونها تماما؟ الجواب لا، بل أعطي إكراما من الله وحكمة ورحمة، أعطي جزءا منها فكان من أساس الخلق وهو الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، فإن أساس العلم بالله موجود في قلب كل إنسان. والأخلاق فإن هناك مصفوفة خلقية عند كل إنسان، يتفاوت الناس فيها، لكن ماذا؟ لكن موجود عند كل إنسان، وهذا ندركه. تدرك هذا من الطفل، أول ما يبدأ يتحرك وأول ما يبدأ يدخل في مرحلة التنميه، فتدرك الطفل الذي فيه شجاعة، والطفل الذي فيه رحمة، والطفل الذي فيه قوة، فإنك تجد أن هذه المصفوفة، فإن الله عز وجل لا يحرم إنسانا. ثم أن ما يعطى الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن هناك حكمة في الوجود وهي الابتلاء والامتحان. هذه المصفوفة التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام الخلقية هي كالتالي: إما أن تكون أخلاق حسنة حميدة، وجودها يوجه الإنسان نحو العمل الحسن، وإما أن تكون أخلاق تمثل جانب ضعف في الإنسان، وإما أن تكون أخلاق تقبل العمل على الأمرين، على الحسن وعلى السيء. مثل إيش؟ الشجاعة. هل كل شجاع يصرف هذا الخلق في إحقاق الحق؟ أو أن هناك من هو شجاع ويسخر هذا الخلق في ماذا؟ في الباطل. الكرم، أليس أيضا هذا الخلق يمكن أن يتجه به الإنسان نحو إحقاق الحق، ويمكن أن يتجه به نحو التبذير والإسراف والمباهاة والمفاخرة؟ فإذا هذه الأخلاق بهذه الكيفية، هذه الأخلاق الذي اختارها، وهنا فائدة أتمنى أننا نستوعبها بإدراك واضح، لندرك أي مكانة لموضوع الأخلاق في شريعة الله وفي دين الله وفي وحي الله. وهي: إذا أردت أن تبعث في نفسك قوة الالتزام بالخلق الحسن، أن تعلم أن الله عز وجل
من بل أعظم علم أظهره لهذا الإنسان أن الله عز وجل عرف بذاته العلية من خلال أسمائه وصفاته، ليس هناك شيء أعظم من هذا، وليس هناك علم أجل من هذا، العلم بالله وما ارتبط بأسمائه وصفاته، أسماؤه الحسنى وصفاته العليا. ما دخل هذا في هذا؟ طبعا أسماء الله ارتبط بها ثلاثة أشياء، تصوروا هذا المثلث. صلاح الكون كله يدور على ماذا؟ على أسماء الله، حيث أظهر الله من أسمائه ما تضمن من المعاني التي بإدراكها ندرك معيار صلاح الكون كله، فهي لب وجوهر الإصلاح أسماء الله جل جلاله. وارتبط بالأسماء ثلاثة أمور: احفظوها وتصوروها وسيدرك الإنسان أي علم أدركه. ثلاثة أمور من أسماء الله نخرج أول وأعظم ما نخرج به السنن الحاكمة التي يحاكم الله عليها الإنسان في الدنيا والآخرة، وتلك السنن إنما تؤخذ من أسماء الله وصفاته. فالله العدل له سنة في العدل وفي الظلم، الله الرزاق له سنة في الرزق، الله سبحانه وتعالى العزيز له سنة في عزة الناس والأمم والمجتمعات، وله سنة في إذلالهم. فأول ما نأخذ من الأسماء ما هو؟ سنة الله. ما هي السنة؟ قانون الله الحتمي الصارم الذي يحاكم عليه البشر، الذي حاكم عليه البشر منذ أن وجدوا ويحاكم عليه البشر إلى يوم القيامة. هذا واحد الذي نخرج به من أسماء الله وصفاته. الثاني ما هو؟ التشريع، نظامه وأمره ونهيه، تشريعه. فإن إذا أردت أن تعرف حكمة التشريع فارجع إلى الأسماء والصفات فتعرف ما هي حكمة التشريع. الأمر الثالث ما هو؟ الأخلاق. فإن الله عز وجل جعل ارتباط الأخلاق مع أسمائه وصفاته تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو الأعظم، وهو تلك الأخلاق التي أذن الله للبشر أن يتخلقوا بها، وهي مشتقة من أسمائه: إن الله كريم يحب الكرماء، إن الله جواد يحب الجواد. الكريم أذن بالكرم للإنسان أن يتخلق به، والجواد أذن بأن تكون خلقا وصفة للإنسان. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني صفات تنزه، أسماء وصفات تنزه الله عز وجل عنها وأمر عبيده أن يتنزهوا عنها: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فاجعلوه بينكم محرما. هذا الثاني. الثالث ما هو؟ وهو أمور اختص الله عز وجل بها وما أذن للعبيد أن يتخلقوا بأخلاق من تلك الأسماء، مثل الكبرياء، فليس لأحد أن يتكبر، من خصوصياته جل الباري: لا يبرأ الخلق إلا الله، إذا لا يكون خلقا للإنسان. واضح؟ إذن هذه ثلاثة أقسام. فإذا أدرك الإنسان أن هذه المصفوفة الخلقية التي أوردها الله في كتابه أن عددا عظيما منها مرتبط بأسماء الله وصفاته، هل هناك من سيختار لك مصفوفة أعلى قدرا من هذا؟
وهل تريد لنفسك شرفاً في خلق تتخلق به أشرف من أنك تتخلق بخلق له اشتقاق من اسم من اسم الرب العظيم الجليل جل جلاله؟ والله لو وعى هذا الإنسان هذا الأصل العظيم لكان موقفه مع الخلق شيء آخر. خلي أن يقال فيها أجر فيها فضل، والله كل ذلك دون أن تستشعر هذا المعنى أن هذه الأخلاق إنما هي مرتبطة بأسماء الجليل جل جلاله وبصفاته سبحانه وتعالى. فإذا عدنا الأخلاق هناك طبعا تصنيفات أيضا، وأمر الأخلاق حقيقة يعني ما أحوجنا والله أن يعود هذا الموضوع ويطرح بحقه على طريقة القرآن. 13 سنة وقرابة ثلثي كتاب الله عز وجل، وقضية الأخلاق والتوحيد حاضرة في كل صفحة من كتاب الله. إذن ليست قضية عادية، ليست قضية عادية. لذلك صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ثم الدين كله خلق، والتشريع يتضمن خلق ونتيجته تثمر خلق، ولا يمكن أن يتحقق إلا بخلق. ما يمكن تتحول التشريعات إلى واقع إلا يسبق ذلك خلق عند الإنسان. ثم هي في مضمونها تتضمن خلقا، ثم ثمرتها بعد الإنجاز تنجز لك خلقا ثالثا. وهذا تجده ولو كان هناك وقت لذكرنا شيئا من هذا الترتيب. فما يهمنا الآن أن هناك شيء يسمى أخلاق العمل، كما أن هناك أخلاق للتعامل. إذا نظرنا في القرآن نجد مباشرة أمامنا 4 أخلاق جاءت صراحة في أخلاق العمل. الأول نطق به نبي كريم، والله ذكره في الكتاب ذكر إقرار، قال اجعلني على خزائن الأرض فإني حفيظ عليم. والثاني في ما ذكرته تلك المرأة مع نبي الله موسى، قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. فأصبح عندنا كم خلق؟ 4 فقط. حتى نقف عند هذا القدر، الإنسان كيف ينشأ العمل عند الإنسان؟ وهذه قضية أيضا ما أحوجنا أن ندركها وأن نفهمها فهما صحيحا. كيف تعمل أنت؟ كيف يكون هذه الأعمال منك؟ من أين تبدأ؟ ما هي الأجهزة التي تعمل للوصول إلى العمل؟ لكن باختصار عندي 3 أماكن: العقل، النفس، الجوارح. العقل، النفس، الجوارح. العقل ما هو دوره؟ دوره إدراك حقائق الأشياء وما فيها. إيش ما فيها؟ العقل يتصور الأشياء لشيء واحد واتجاه واحد فقط. ما هو؟ يتصور ماذا في هذه الأشياء من نفع أو ضر، ليس غيره. ثم يصنف الأشياء وفق ماذا؟ وفق نافع وضار، ويرتب بينها نافع بدرجة عالية بدرجة أقل، يرتب بينها. هذا دور العقل الأول والرئيس. ثم ماذا؟ ما وصل إليه من النتيجة يجتهد في إقناع النفس بأن تقبل ما وصل إليه. طيب لماذا النفس؟ لأن النفس تتقوم بالأخلاق الذي وهي الجزء الذي يحول التصور إلى عمل. فإذا هو ليس بمقدوره أن يحدث العمل، إنما عنده قضيتين: القضية الأولى إدراك الأشياء من حيث النفع والضر وتصنيفها، الثاني ما هو؟ الرجوع على النفس لإقناعه بها.
النفس عندها قضيتين: القضية الأولى ما يتعلق بمصروفة الأخلاق المعينة في تحويل التصورات إلى واقع، والأمر الثاني ما يتعلق بالإرادات والعزوم، الإرادة والعزم. فلذلك أقول إذن هذه جهة وهذه جهة، الجزء الخارجي ما هو؟ منفذ. إذن معناه أن هناك نقاش وحوار وقد يصل إلى صراع بين النفس والعقل، الجوارح تنتظر من الذي يغلب، هل تستحوذ النفس على العقل أو يقنع العقل النفس، فمن غلب منهما يتحول ذلك الأمر إلى واقع بتوجه. على سبيل المثال وأقف عند ضربي هذا المثل، لو أن واحدا منا قام في الصباح وأراد أن يخرج إلى عمل، يسكن في شقة في دور يعني في مكان أمامه بيت لجاره، أول ما خرج وهو مسرع جاء مباشرة فتح الباب، أول ما فتح الباب وجد بيت جاره مفتوح وأن أهل جاره على الباب على صورة مثلا ليست متسترة، في أقل من لمح البصر، في أقل من لمح البصر ما الذي يحصل؟ العين نقلت هذا الأمر عبر الدماغ إلى العقل القلب، فتحت كل الملفات، هذه الصورة بهذه الطريقة أين مقومة عندك؟ إن كان لها تقويم سابق خرجت، ما في تقويم سابق استخدم كل المعارف التي عنده ليقومها، ثم ماذا؟ ثم يتخذ قرارا بعد أن قومها نافع أو ضار، فتقومت عنده، بدأ رجع إلى النفس ليقنعها بالنتيجة، النفس اقتنعت أو ما اقتنعت، بدأ الصراع بينهما، اقتنعت بدأ كيف يكون هذا الأمر، ما هي الأخلاق التي ينبغي أن تستحضر، ثم أي ما هي الجوارح التي ستؤمر بهذا الأمر، ثم يترقى الأمر من إرادة عامة إلى إرادة جازمة إلى عزم صادق، وعندها يأتي التوجيه للأعضاء لتنفذ. فكل هذه العملية مرت في أقل من لمح البصر. فإذا كان التصور عند العقل أن هذا النظر ضار، ثم أقنع القلب، بدأت الإرادات، بدأت الأخلاق، بدأ التوجيه، تجد أن هذا الإنسان إذا جاء التوجيه ما هو المطلوب؟ القدم ارجعي إلى الخلف، اليد أغلق الباب، البصر غض البصر، الرأس انحني إلى الأسفل، اللسان أرفع صوتك حتى يعلم من أمامك أنك موجود. كل تلك التصرفات التي فعلتها في أقل من لمح البصر هي مرت بهذه الدورة العظيمة. تقول لي ما الدليل؟ من فين جبت هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الذنوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، واحدة واحدة على مكان اتخاذ القرار، على مكان اتخاذ القرار ليقيسها وفق ذلك. فإذا أدرك الإنسان هذا الأمر فالأمور الأربعة إذا وجدناها، الأخلاق الأربعة ما هي؟ هي عبارة عن كفاءات. العقل قلنا قضيته إيش؟ العلم. النفس قضيتها الأساس الأخلاق. الجوارح قضيتها الأساس ما هي؟ العمل. ثم هناك قضية كفاءة لهذا ولهذا ولهذا. طيب أين هذا في هذه الأربعة قيم العمل؟ الآن عندنا قوي، القوي الأمين، والحفيظ العليم. قوة العقل ماذا تأخذ من هذه الأربعة؟ العليم. إذن هذه الكفاءة العلمية للعقل العليم. طيب الكفاءة المتعلقة بالنفس وهي خلقية ماذا تأخذ من الأربعة؟ الأمين، حفيظ أمين. واضح. إذن العلم ارتبط بقوة العقل، الأمانة ارتبطت بقوة النفس، الجوارح العمل
قضية حفيظ. حفيظ إنسان جالس يحفظ الأشياء التي عنده ويعمل للحفاظ عليها. إذن عمل الكفاءة في هذه الأمور الثلاثة للقوة، قوي في تفكيره، قوي في أمانته، قوي في حفظه. فأصبحت عندي الأربعة. إذن تحقق أولا ما تعلق بالجهات الثلاثة، ثم ماذا؟ بما يضمن أداءها بأعلى مستوى. فالعلم عليم بقوة العقل، وأمين بخلق النفس، ثم حفيظ لعمل الجوارح، ثم قوي لهذه الأمور الثلاثة كلها. فإذا أدركنا أن هذه الأربعة التي ذكرت كيعني أخلاق مرتبطة بالعمل، فندرك ما هو أثرها على هذه الجوانب الثلاث التي بها يكون عمل الإنسان، عمل الإنسان. فعلى هذا الأساس أيها الإخوة، بهذه المواقف والأمور المختصرة، علّه أن نكون يعني هناك إدراك جملي أو كلي لهذه القضية بحسب هذا الوقت المحدود. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم، وأن يرزقنا التقى والعفاف والغنى، وأن يعلمنا وأن يفهمنا مراده في كتابه، وأن يرزقنا العمل الصالح بهذا الكتاب، فإنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.